السلام عليكم ومرحبا بكم اخوتي اخواتي في هذا الدرس الجديد الخاص بإعداد وتنصيب نظام الاشتغال دوبيان. ف دوبيان هو واحد لا ديستريبيسيون او توزيعة لينكس معروفة و تعد من اقدم التوزيعات في عالم لينكس كما تلاحظون هنا في اللائحة. فدوبيان يدعم العديد من المعماريات لايم دي ومعالجات 32 بيت اي رام بور بي سي وميبس الى غير ذلك. هنا نضغط على اوبتونير دوبيان داخل الموقع باللغة الفرنسية. هناك العديد من الطرق لتحميل صورة النظام. نضغط هنا على Image Net Install الخاصة بالحواسيب 64 بت. هنا إذا كنتم تتوفرون على آلة 32 بت كما تلاحظون فدوبيان هو صغير من حيث الحجم فقط 200 ميجا. بعد انتهاء تحميل النسخة 8 نقوم بإطلاق الفيموير هكذا. لبدء عملية التنصيب نضغط على Create a New Virtual Machine نختار الصورة فهي دوبيان كما تلاحظون فالآلة الافتراضية تتعرف على أن الصورة فهي خاصة بدوبيان 64 بت. نضغط على التالي ونختار مكان التنصيب. هنا نضغط على Customize Hardware لزيادة قيمة الذاكرة. فجيجا ونصف فهي كافية جدا لنظام دوبيان ونختار عدد المعالجات. نضغط على Finish Close ومن ثم تشتغل الآلة الافتراضية. هنا نضغط على انستال. هناك الانستال والجرافيكال انستال نختار فقط انستال لانها سريعة. اللغة فهي اللغة الفرنسية الخاصة بفرنسا. هنا يقوم النظام بتحميل موديولات خاصة بالنظام. ننتظر إلى حين انتهاء هذا الأمر للمرور إلى المرحلة الموالية. الآن يجب علينا إعطاء عنوان IP لهذه الآلة الافتراضية. قبل القيام بهذا الأمر وجب تفقد الأدريس IP الخاصة بالآلة الافتراضية حيث أن هناك أدريس IP تظهر هنا على الهوست. فهذه الادرس هي بمثابة ادرس الجيت واي الخاصة بـ
الآلات الافتراضية. فالأدرس المستخدمة من طرف الآلة الافتراضية هي هذه، يعني أن الأدرس التي سنعطي للآلة الافتراضية يجب أن تكون داخل نفس الصوريزو الخاص بهذه الأدرس. فالماسك هنا على 24، يعني وجب اختيار رقم من 2 إلى 254 للآلة الافتراضية، وأن لا يكون عنوان الأدرس إي بي قد أعطي لآلة افتراضية أخرى. ففي حالة ما إذا اشتغلت الآلتان بنفس الأدرس إي بي ستحدث أشياء غريبة ولن تشتغل الأنترنت. هنا ندخل عنوان الأدرس إي بي 192.168.137.233 كعنوان. نضغط التالي. هنا الماسك سنتركه على 24، لأن الأدغيس الخاصة ب روتور لماشين فيرتويل فهي على 24. فلا باسخيل كما تلاحظون فهي الواحد، أي أن هذه الآلة سترسل المعلومات إلى الآلة الحقيقية ذات هذا الأدغيس إي بي، ومن ثم سيتم إرسالها إلى الإنترنت. أوكي. عنوان أدرس الدينس، نضع الأدرس الخاصة بجوجل أو نترك فقط الأدرس الخاصة بالهوست. أعتذر، هنا وجب كتابة اسم الآلة وليس الأدرس إي بي. سنكتب ام دوبيان. الدومين لا يهم. هنا نكتب كلمة مرور للروت أو سوبر أدمين. نقوم بتكرار هذه الكلمة. هنا سنضيف حساب مستخدم عادي، ونكتب كلمة المرور لهذا المستخدم. نعيدها مرتان. الآن نختار الأولى فهي السهلة، يعني تنصيب دوبيان على كل القرص الافتراضي المتواجد. هنا في حالة اختيار LVM Linux Volume Manager، وهنا Linux Volume Manager المشفر. في حالة المانيوال فإنكم تقومون بإنشاء
لي بارتيسيون و مجلدات النظام بطريقة يدوية. سنختار فقط الأولى بما أن الأمر فهو خاص بآلة افتراضية. سنختار الأولى، نختار هذا القرص الصلب. الآن يطلب مني إذا ما كنت أريد تنصيب النظام داخل مجلد واحد أو تقسيم مجلدات النظام على دي بارتيسيون أو أقسام من القرص مفرقة كما يقول هنا. فتنصيب كل نظام داخل مجلد واحد فهو خاص بالديبيتون أو المبتدئين. هنا نستطيع تنصيب النظام داخل مجلد ومجلدات المستخدمين سلاش هوم، فهي تكون على بارتيسيون مغايرة. سنختار فقط الأولى. نضغط على إنهاء البارتيسيونمون وتطبيق التغييرات. نضغط على وي. وننتظر إلى حين إنهاء تنصيب المكونات. كما تلاحظون في الدوبيان فهو سريع جدا من حيث التنصيب ولا يأخذ وقت كثير كباقي التوزيعات.
الآن بعد الانتهاء من التنصيب سنقوم بإعداد مخازن الحزام. سنختار FTP دوبيان FR لا يهم. سنقوم بإعدادها من الترمينال الخاص بالنظام. الآن نقوم بتثبيت الجراب أو مدير الإقلاع. على القرص الافتراضي المسمى سلاش جيف سلاش اس دي ا. الآن فالنظام يقوم بإعادة التشغيل. أوكي. الآن ما علينا سوى كتابة الروت وكلمة المرور للدخول لخادم دوبيان. نجرب البينج نحو خادم جوجل أو أحد المواقع خارج الشبكة المحلية. نلاحظ أنه لا يشتغل. لماذا؟ لأن هذه الآلة افتراضية ترسل المعلومات لهذه الأدريس إي بي أو الجيتواي الخاص بالآلة الافتراضية. والجيتواي الخاص بالآلة الافتراضية هنا فلينكس يتفقد الروت الروتين تيبل. ف الباسخيل باغ ديفو هي 192.168.1.1. يرسل بدوره الهوست معلومات البينج لجيت واي والجيت واي يرسلها الى الخادم. وعند رجوعي الجواب فإن الروتور لا يعرف هذا السوريزو الخاص بالآلة الافتراضية. لحل هذا المشكل هناك طريقتان. الطريقة الأولى هي الدخول للروتور وإضافة هذا السوريزو داخل الروتين، يعني إضافة 192.168.37.0/24 via ماذا؟ via هذه الأدغاس. فهذا الحل فهو متعب نسبيا. والحل الثاني نستخدم النات باستخدام الاي بي تيبل داخل لينكس. باستخدام هذه التعليمة نكتب اي بي تيبلز تيب نات اباند بوست روتين اوت، يعني نأخذ المعلومات التي ستخرج من هذه الانترفاس ونغير الادغيس سورس الى
الأدغس الخاص بهذه الآلة، ومن ثم فالبينج سيشتغل الآن بعد القيام بهذه العملية كما تلاحظون. الآن فالآلة الافتراضية دوبيان أصبحت مربوطة بالإنترنت. نمر للخطوة الموالية وهي apt-get-update لإعادة تحديث مخازن الحزام. كما تلاحظون فعند التنصيب إذا كنتم تذكرون لم نقم بإضافة سيرفر الخاص بالحزام. الآن كما تلاحظون داخل الملف سورس ليست وجب حذف سيدي روم وإضافة أحد خوادم حزام دوبيان. الآن نقوم بكتابة الأمر apt-get update لتحديث لائحة الحزم من هذا الخادم. هناك العديد من الخوادم، إذا كنتم في دولة تتوفر على خادم خاص بدوبيان فمن المستحسن أن تستخدموا ذلك الخادم نظرا ل قرب المسافة وسرعة التحميل من الخادم المحلي. هنا اخترت عشوائيا هذا الخادم فقط للتجربة. الآن سنقوم بتنصيب بعض التطبيقات كنود جي اس وقاعدة بيانات وخادم اس اس اتش.
قمت الآن بتنصيب تعليمات سودو لإعطاء اليوزر صاحب الكونت M صلاحيات الروت. نقوم بهذا الأمر عن طريق تعليمات في سودو لفتح ملف سودورز. فملف سودورز يحتوي على صلاحيات المستخدمين الخاصة بتعليمات سودو. قم بتفقد الربط مع الآلة الافتراضية، فهي صاحبة الأدريس إي بي 37253. نلاحظ أنها تشتغل. الآن نكتب اس اس اش ام أرباس هذه الأدريس إي بي للدخول عن طريق اس اس اش من هذه الآلة. قمت للتو بتنصيب تعليمات نود جي اس ومن ثم ان بي ام. ف ان بي ام هي تعليمات تحتوي على العديد من الديبندنسي، لذا نلاحظ ان النظام يحتاج الى تحميل 66 ميجا، لان ان بي ام il dépend de git والعديد من الحزم الأخرى، لذا فإنها ستأخذ تقريبا دقيقة ونصف للتنصيب.
كما تلاحظون فتعليمات نود فهي تشتغل. الآن نستطيع استخدام هذه الآلة الافتراضية لتطوير التطبيقات باستخدام لغة أو منصة نود جي اس أو منصات أخرى كالبايثون أو الروبي. في انتظار انتهاء تنصيب تعليمات NPM سنقوم بتنصيب تعليمات بايب و فيرتشوال انف لكي تصبح هذه الآلة صالحة لتطوير التطبيقات بنود جي اس والبايثون. كما تلاحظون فهذا الشيء فهو معروف على الأوبونتو والتوزيعات المشتقة من دوبيان، أي أننا لا يمكن أن نقوم بتنصيب تطبيقين في نفس الوقت. في انتظار انتهاء هذه التعليمة المسمات NPM يمكن تصفح نظام دوبيان. مثلا إذا كنتم تريدون إعادة إعداد الأدريس إي بي الخاصة بدوبيان فهي متوفرة على /etc/network. فالدوبيان والأوبونتو هما تقريبا نفس الشيء، فالأوبونتو هو أحد مشتقات دوبيان. تدخلون على /etc/network وتقومون بفتح الملف المسمى انترفاس. داخل الملف انترفاس ستجدون كل بطاقة الشبكة. كما تلاحظون الادريس اي بي والماسك والادريس ريزو والادريس الخاصة بالديفيزيون والجيت واي. اوكي، الان نستطيع كتابة تعليمات NPM بنجاح. سنقوم الان بتنصيب قاعدة بيانات ماريا دي بي. ونمر هنا لكتابة تطبيق صغير عبارة عن هلو وورلد بنود جي اس على هذه الآلة.
الآن قمنا بإطلاق خادم هلو وولد على البور 8080، والآن من هذه الآلة ما علينا سوى الدخول إلى الأدريس إي بي والبور الخاص بتلك الآلة. كما تلاحظون فإننا نحصل على هلو دوبيان سيرفر من داخل هذه الآلة. مميزات هذه الطريقة أنكم تستطيعون حفظ الآلة الافتراضية وتمريرها وصناعة نسخ من هذه الآلة الافتراضية من دون الحاجة إلى تدمير النظام بأكمله، فتنصيب وحذف الحزام من الهوست قد يؤثر على كفاءة التطبيق أو قد يجعل الهوست غير ثابت وغير مستقر لتطوير التطبيقات. ففي بعض الأحيان هناك بعض الحزام تقوم بكسر حزام أخرى، أو أن الحزام تكون مبنية بطريقة غير صحيحة وتتعارض مع بعضها البعض. لذا فمن المستحسن استخدام آلة افتراضية كفضاء لتطوير التطبيقات. نعود هنا لكتابة كلمة المرور للروت الخاص بماريا دي بي، سأتركها فقط فارغة. أوكي. الآن ما علينا سوى إطلاق قاعدة البيانات والدخول إليها عن طريق كتابة تعليمة MySQL.
التسميح فقد كانت هناك بعض الأخطاء داخل الكود، فهذا السكريبت فهو بسيط جدا، يقوم فقط بإظهار الفيرجن خاص بماريا دي بي ومن ثم إرساله إلى الكلاينت. المشكل كان هنا عندما قمت ب response and row، فرو كانت عبارة عن جيسون، فلا يمكن إرسال جيسون، وجب القيام بهذا الأمر، استخلاص الحقول من جيسون أو القيام بجيسون سترينجيفاي للرو كاملا. فهذا الرو هي عبارة عن تابلو أو array، فهذا التابلو يحتوي على قيمة واحدة، لأن select version فهي ترجع قيمة واحدة. الآن نمر إلى منصة أخرى وهي منصة البايثون، ونقوم بتنصيب الفيرتشوال أنف والبايب. الأسماء فهي تتغير من نظام إلى آخر، فبعض الأنظمة فهي تستخدم بايثون بايب والأخرى فاسم الباكيج هو فقط بايب. أوكي. الآن باستخدام تعليمات بايب سنقوم بتنصيب virtual env.
قمنا للتو بقطع ولصق هذا الكود الصغير الذي يعتبر قاعدة أساسية لبرمجة التطبيقات بهذا الفريمورك المسمى باتل. فعند الدخول سلاش هلو سلاش نيم يقوم فقط باستخلاص النيم من البارامتر وصناعة ريسبانس مع تمرير هذا البارامتر داخل هذه التمبلات الصغيرة. كما تلاحظون فعند كتابة هلو واسم يقوم بإرجاع القيمة. كما تلاحظون وهذا الأمر يتم داخل فضاء virtual env الخاص بالبايثون. يمكن استخدام هذا الشرح لبناء آلة افتراضية يمكن استخدامها كفضاء لتطوير تطبيقات الويب باستخدام منصة Node.js ولغة بايثون. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الشرح وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.